أيها الإخوة، نحن الآن نحتفي بهذه الناشئة ونلقنها القرآن في حدود الزمن المتاح، وهذا عمل كبير وجليل وعظيم لمن يعرف الأشياء العظيمة، لمن لا تشغله المظاهر الباهرة ولا الأصوات ولا ما نسمع هنا وهناك. من كان يريد أن يعرف كيف يكون البناء فهكذا يكون البناء. البناء عمل صامت، البناء عمل لاحب متتابع. أنت حينما تأخذ بعض الأطفال وتجمعهم حول كتاب الله فإنك تفعل شيئا كبيرا. علم هذا الشيء من علمه وجهله من جهله. أولا، نحن نصل هؤلاء بالقرآن، وهو يعني بالنسبة إليهم كتاب الله تعالى وكتاب دينهم، ونصنع فيهم هذه اللحمة من الاعتزاز بالقرآن الكريم. نحن نمكنهم من أن يسقوا مواهبهم وذاكرتهم، والذاكرة سوف يحتاجونها دائما كطلاب علم سواء في القرآن أو في غير القرآن. والذين كانوا يهونون من الذاكرة أصبحوا يتراجعون، أصبحوا الآن يتراجعون، يقولون هذه ذاكرة هي هبة إلهية لا يجوز إهمالها. والحمد لله نحن نعرف أن جميع العلماء في اختصاصات أخرى، أطباء أو محامين، يحتاجون دائما إلى أن يكونوا ذاكرين للنصوص التي كونت شخصيتهم، وهذا شيء مهم جدا. وقد سمعنا أخيرا من قال، وليس من أهل هذه الاتجاه، يقول إن مأساة التعليم الآن أن فيه تراجعا، وأن تلميذا قد ينهي دراساته الابتدائية، لا يقيم الجمل. ولماذا كان المثقفون والأدباء الكبار في أوروبا إلى وقت قريب كانوا أقوياء في تكوينهم؟ قالوا لأنهم كانوا يلقنون ويحفظون نصوصا أدبية لكبار الأدباء الأوروبيين حتى ولو لم يفهموها، لأنها كانت تضع هذه النصوص في مكانهم ريثما يمكن توظيفها وتشغيلها. نحن الآن نحفظ القرآن، نعلم الناس هذه الكلمات، ونعطي الطفل إذا هو ختم القرآن أكثر من 77,000 كلمة جاهزة، وطبعا هو يوظفها ويشغلها ويعرف كيف ينطق بها، ولها على كل حال بركتها حينما تكون في نفوس الأطفال. كلمة من هذا القبيل، إننا رأينا أن أطفالا في العالم الإسلامي ذهبوا وطوحت بهم شعب الحياة، وذهبوا يمينا ويسارا والتحقوا بجامعات أوروبية وغير أوروبية، وبعضهم لم يستطع أن يستمر في اتجاهه الأول، بعضهم وقع له ما وقع من التراجع في الدين، وربما جاهر بما هو خروج عن الدين. لكن أكثر الذين كانوا قد سبقت لهم شرعية وحفظ للقرآن كلهم آبوا ورجعوا. الذين قالوا عنهم إنهم قالوا كلمات عن الإسلام ليست جميلة آبوا ورجعوا وتابوا وسجل عليهم، لأن القرآن في نفس الإنسان هو يجتذبه إلى الخير. هؤلاء سيصحبهم القرآن في القدر الذي يكون معه، وسيبقون به مسلمين معتزين، وسوف يدافعون عن هويتهم وعن ذاتيتهم.